مستبيق نشوف تبي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الجوله الصباحيه. نهار نتمنى تكونوا بخير ونهاركم مبروك وبدايه الويكند بصحه جيده. الكل ينتظر، الكل يترقب ماذا سيكون، ماذا سيقع. هل عمليه مرحبا تتم هذه السنه؟ طبعا السعاده جاريه على قدم وساق. واش بالفعل يدخلوا السياح والجاليه المغربيه اللي الكل كينتظر بالليل وبالنهار فارغ الصبر مباشره من تطوان؟ واش اصحاب قطاع السياحه ينتظرون دخول السياح في عمليه مرحبا 2021 بعد انقطاع دام لحوالي عام ونصف بسبب كورونا؟ الان كاين تخوفات ديال اصحاب القطاع السياحي وكل الفئات كذلك من عدم فتح الحدود بسبب الجائحة وسبب بعض الأزمات الدبلوماسية الأخيرة للأسف. كاين تخوفات أصحاب القطاع السياحي أنه في حالة ما لا قدر الله ما تحلتش الحدود هذا العام بشكل رسمي، راه أزمة خانقة عيعرفها المغرب في المجال السياحي، وهنا كنكونوا فتحنا فرصة لمجموعة ديال البلدان اللي غادي يستغلوا الكم الهائل ديال الجاليه المغربيه اللي كما وقع السنه الماضيه وبحروا وصيفوا في مجموعه من المدن الاسبانيه في كوستا ديل سول. وهنا غادي نفتحوا واحد القوس اللي غيكون خطير وخطير بزاف، اننا ممكن نقتلوا السياحه في المغرب للاسف. نتمنوا صديقي انه يتفتح الحدود، لان الكل كينتظر والكل تيعول على هذه الفتره ديال الصيف والحدود عمليه مرحبا، لان تيدخلوا عدد كبير ديال ابناء الوطن الجاريه وكذا السياح مختلف بقاع العالم، وهناك تنتعش الحركه الاقتصاديه والسياحيه. السؤال اللي مطروح، واش بالفعل هاد السنه عمليه مرحبا غتنطلق؟ لان ايام معدوده فقط من اليوم كتفصلنا على هاد المشكل، يعني ديال الانطلاق عفوا ديال هاد العمليه. ولكن السؤال، واش بالفعل غتفتح وتنطلق عملية مرحبا وتفتح الحدود؟ الكل كينتظر، الكل يراقب الوضع، لأن السنة الماضية عشنا أزمة في المغرب صراحة من جانب السياحي وأهل الاقتصاد، أهل القطاع عفوا، أهل الاختصاص عاشوا الأمرين، والآن تيطرحوا أكثر من سؤال، واش بالفعل هذه عملية لأن الاستعدادات هذاك مسائل ككل سنة، لأن شفنا في ميناء الجزيرة الخضراء وشفنا هادو باش تعرفوا واحد المساله الاخوان، ان ملي كيجي الموعد ديال عمليه مرحبا الاستعدادات كتكون ديك لي باش وديك المحطات اللي مغطيه من الشمس باش المستعملين ديال السيارات، يعني الجاليه القادمين بالسياره ديالهم انه يوقفوا ديك الطوابير ما تكون الشمس، يعني هذاك الاجراء كيتعدل خدم بسم الله، ما خدمش يعني هذيك شركه متعاقدين معاها كتوجد المسائل ديالها وكذا وصافي عادي خدمت، ها هي كاينه موجوده، ما خدمتش ما علينا بس، عاود الساخ اللي ركبناه كيف شخور صافي عادي. ولكن السؤال هو واش بالفعل غتفتح الحدود؟ لان هذا مشكل كبير غادي نعيشوه في المغرب الحقيقه، ووزاره السياحه ولا الحكومه خاصها تفكر في هذا الموضوع، لان راه شحال من المليون او من المليار ديال الدرهم كان تيدخل في الصيف، يعني باش نكون واضحين، المقاهي، المطاعم، الحفلات، الشراء ديال الضيوف، شراء ديال المحلات، السياحه، والانسان تيدخل تيدوز كونجي ديالو هنا، تيدوز الفتره الصيفيه ديالو، تيرتاح، تيشري، تيتسخر، تيكذا، اذا كتنتعش الحركه. فالان تخوفات هو هذوك الناس اللي ما دخلوش المغرب الان السنه الماضيه غيتسانسوا ويقلبوا الوجهه. في الوقت اللي انا دائما باش نكونوا واضحين، الناس كتشكى كتقول لك ان السياحه في المغرب غاليه مقارنه مع بعض الدول الاخرى غاليه. وهنا غادي نستحضروا مجموعه ديال الامور المتبعين، راه ممكن للاسف حنا عندنا فنادق في جامو دبي في الصيف شومبر دوب بالفطور 3000 درهم، في الوقت اللي غتمشي 5 ايطوال في كوستا ما غادي يفوتش 100 يورو، يعني النهار ديالنا بثلاث ايام تما هو ما عاد يمكنش، يعني امور راه واضحه 100%. اذا نتمناو انقاذ ما يمكن انقاذه، هذا موضوع تيهمنا كاملين، يعني ما كاينش شي واحد فينا الان ما عندوش خاختو عمو صاحبو جارو خدام في المجال السياحي، يعني اما خدام عنده، ملي كنهضر على السياحي راه كيبيع ويشري في الحانوت، كيبيع ويشري في الارض، كيبيع ويشري في الدار، كيكري، عند خدام في لوطيل، خدام يعني المجال العمليه عفوا ديال 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 المرحبا، يعني ملي كنهضر على المجال السياحي راه الكل كينخرط فيه. اذا
هذه العمليه هذه السنه لا قدر الله بصراحه وما تحلتش هذه العمليه مرحبا ما تدخلوش الناس راه كنكونوا فتحنا واحد القوس خطير وخطير بزاف. وهذه مساله طبعا اهل الاختصاص بالدرجه الاولى راه عارفين شنو اللي الرساله، والكل في حقيقه الان دابا الصغير والكبير تيعرف شنو الواقع، لان الناس اللي الصيف اللي ما دخلوش الصيف السنه الماضيه مشاو بحروا في مجموعه ديال الدول تفاجؤوا ان الرحله كطيح اقل بكثير من هنا بمواصفات باش نكونوا واضحين، ما باش زعما كنكونوا زعما كنهضروا فصفر راه 500 الاورو غتمشي بها شي منطقه غدوز بها اسبوع رفيع المستوى 5000 درهم هنا غتجي ما هنا فرضا غتجي عطيني اي مدينه غتجي تكري فيها دار مثلا في المغرب، ما غادي نهضروش على اي مدينه غتكري فيها دار في الصيف شحال كنهضر على انا كنهضر على دار عاود بالمواصفات شويه ماشي ديك ديك كتدخل كتلقى الدار بالجير وكلشي مقشر وكلشي تيقطر، لا لا كنهضروا على دار عاود الانسان، حيت انا شخصيا ضد واحد العام ضد واحد النقطه ان الانسان عام هو خدام خصو يجي بحر اسبوع ولا 10 ايام ولا 15 يوم على حسب كل واحد الامكانيات ديالو. كنهضر على الفئه ديال خلينا من داكشي ديال الطوب ديال نيولوكس الخدام والحاشام ورباعيات الداف وديكابوطاب وجوج ديال الخدامات وحده مقابله على الدراري وحده مقابله الكوزينه، لا لا خلينا من ديك الفئه ديال الفيلا مكريه شهر 8 د المليون و10 15 مليون، لا لا كنهضروا على الفئه ديال الدراويش بحالنا، يعني للانسان عام هو خدام، الانسان عام هو خدام عادي يجي عادي يجي يجلس واحد 10 ايام يجلس واحد 10 ايام ويرتاح، يعني خصو دار في المستوى، ماشي ديك الدار زعما ديال ماشي ديك الدار زعما ديال انت خدام، ملي خدام كدير حسابك كنت غنكري الدار ديال 300 درهم ممكن كريها ديال 500 درهم او 600 درهم غيكون الفرق اكيد. كدوز 10 ايام في الصفه ديال الناس كما تنقول لك 10 ايام كدير سلوطار فيها كترتاح فيها، كنت يعني على حسب الرقم اللي كان عايكري ديال 500 وكيزيد شويه كيكري ديال 700 800، يعني كاين الناس كيقول لك احنا غنقايلوا في البحر غنجيو غنعسوا، لا الشريف لا لا ما عندناش، هي طبعا عاد جاي تنعس متفقين، ولكن انت عندك غير 10 ايام في هذا العام، ديك 10 ايام في ذاك العام خصك تنعس عاود في الصفه ديال الناس كما تنقول انا، هما رايي ولكن ما كل واحد ربما هنا الاراء تختلف. انا كنهضر على عام وانت خدام، اذا درتي الكالكول ديالك درتي حسابك انني انا الميزانيه ديالي غادي نكري الدار 300 درهم مثلا، ممكن تطيح فيها مزيانه ممكن تطيح فيها شويه، ولكن اذا قلت فهم شنو كاين ملي غنمشي عندي اختيار هذه 300 درهم علاش ما زدتش في الشهر راسي وعائلتي هاد ما يا 10 ايام غنزيد واحد 200 درهم كاين انت عام. كاين الناس لا كاين الناس كيكريو دار كيجيو اربعه ديال الاسر كينعسوا في الارض ويقول لك حنا كنقيلوا في البحر، لا لا انا شخصيا ما عارف ربما كاين الناس اللي غتكون مع الفكره وكاين اللي غتكون ضايق يقول لك واسل لك واحد، لا لا لانه هو الكونجي هو ديال الراحه ماشي ديال الجقلاله كما تنقول، لانه هو شنو الهدف من الراحه؟ شنو هو العطله؟ شنو الاستمتاع؟ على العموم هذا موضوع غادي ولكن وعلاقته في القطاع السياحي طبعا، دابا حنا ما خسرنا هذا الموضوع ديال السياحه يعني راه ماشيين في هذا السياق. إذا متابعي قناة شوف تيفي صباحكم مبروك، نتمناو بالفعل هاد العملية ديال مرحبا هاد السنة كما قلت أنها تفتح الحدود ونستقبلوا الجالية المغربية، وبصح هاد القضية ديال الصيف شكون اللي معاه وشكون اللي ضد، انا تنقول الانسان عايش جاي يدوز 10 ايام على حسب كل واحد الامكانيات ديالو، كاين اللي كي شهر كيقسمو اسبوع هنا اسبوع هنا اسبوع هنا مثلا كيقول لك انا ما نبقاش مثلا في مدينه وحده ولا في بحر واحد مزيان، كاين اللي الامكانيه ديالو كيجي يقول لك حنا ندوز واحد 5 ايام غنمشيو بحال هذا الشيء اللي عطى الله، طبعا عيدك 5 ايام انا بالنسبه لي خصني دوزها مستوى عالي
خروج من النمط ديال الدار ديالك اللي كنت عايش فيها عام. وهذه المساله بسيطه وبسيطه بزاف، اطار تدخير سنة انه كما تنقولوا يدير القلوشه، يدير ديك السنيطقه. لان تصور اذا درت غير 10 دراهم في النهار 365 الف فرانك، 3000 علينا 4000 درهم. هذه دوزت هذه نزلت غير 10 دراهم في النهار. انت كنتي كتكري مثلا ب 200 درهم 300 درهم، اذا نزلتي هاد 10 دراهم في النهار بلا ما تفطن خصيصا الكرا، ملي غايجي الصيف غتلقى واحد تقريبا 4000 درهم هادي مجموعه، عاد غتخرج الميزانيه ديالك انت اللي عاد. اخي الكريم هناك يدي خفيه لتحطيم داخل المغرب، يقول حسن. اوكي، اذا هو كل واحد والامكانيات ديالو. هي شكون اللي متفق معايا في هذه الفكره؟ كدير واحد السنيطقه ولا قلوشه كما تنقولوا، وكتنزل فيها على حسب كل واحد والجهد ديالو. اذا درنا 10 دراهم في النهار كتعطينا 3065 فرانك، 365 الف فرانك، يعني 365 يوم. درنا 20 درهم في النهار كتعطيك 7000 درهم والفصيله. درتي 30 درهم في النهار، يعني كل واحد والظروف ديالو. ولكن انا كنظن الحد الادنى اللي ما تاثرش على الانسان المتوسط 10 درهم. خرجتي تسخرتي كملتي كذا، اعتبر عندك الضريبه اليوميه. عندنا الضريبه الحضاريه العام العام، وعندنا شركه، عندنا الموضوع الشهر الشهر، وهذا 10 درهم في النهار كون على يقين، او 20 درهم على حسب كل واحد الامكانيات ديالو اللي يوفرها خارج الاطار كما تنقولوا، عاد تسهل له مجموعه ديال الامور. الناس اللي طبعا اللي عندهم فيزات وكيغادروا التراب الوطني، راه ممكن تمشي دوله في طائره نمشي ونجي ب 500 درهم. كاين اللي مشى ب 50 درهم. عبدو ربيه مشيت من طنجه لفالنسيا 55 درهم وجيت ب 55 درهم، يعني 11 فرق 110 ديال الدراهم اوفيرتا من طنجه لفالنسيا. وفالنسيا ملي كنهضروا على فالنسيا كنهضروا على مدينه سياحيه شاطئيه بامتياز. في القلب ديال فالنسيا كريت ابارتومون في المستوى، كلشي ديالها كلشي ديالها 50 دولار، 550 درهم في القلب ديال المدينه. بمعنى إذا رجعنا للثقافة ديال القلوشة اللي تنقولوا، الطائرة بحال اللي غنقولوا ما تحسبهاش كاع، لأن 110 درهم ماشي شي حاجة كبيرة. عندك 50 يورو هي 550 درهم، ملا أنت 5 أيام هي قول 3000 درهم ديال الدار في إسبانيا، زيد عليها 120 درهم، 100 درهم 3100، زيد عليها المصاريف، يعني واحد 3500 درهم كدوز 5 ايام بالطائره والاقامه. 5 ايام بالنسبه للاكل في اسبانيا واكل مخير، شي 5000 درهم اللي هضرنا عليها 150 يورو في الفطور والغدا والعشاء في الدار ديالك كلشي ديالك. كتزيد واحد 100 اخرى او 150 كترجع للفشاحه، يعني 6000 7000 درهم. دابا هنا كنهضر على الناس اللي كدير 20 درهم في النهار. هذا الرقم هذا كنناقش الناس اللي دارت 20 درهم في النهار وصلت ل 7500 8000 درهم في عام جمعاتها ومشات مثلا. طبعا راه تجي تقول لي انت كتهضر لي على شخص واحد، كنهضر طبعا على شخص واحد، ولكن هذاك المبلغ اللي جمعتيه انت في ذاك النهار في النهار هذاك ما كيتحسبش. بعد ملي غادي تفتح القلوشه راه انت اصلا مبرمج انك عاد تسافر، يعني عاد تزيد مبلغ اخر، انت وفرتي مجموعه ديال الامور. على العموم ما سيدي ما نمشيوش لاسبانيا، لان اسبانيا طبعا خص الفيزا، المصاريف ديال الفيزا خص يكون عندك، كنت انت والمراه والدراري على حسب الظروف واش تعطيك فيزا ما تعطيكش. المهم الناس اللي كتعطي لهم فيزا طبعا ما كيدخلوش في هذه القضيه القلوشه، لان باش نكون واضحين اللي غايدير فيزا ليلو المدام ديالو وليداتو جوج ثلاثه وكذا غايغادر التراب الوطني ما كناقشوش هذه القضيه، لان كيكون عنده اللهم بارك الخير والخمير كما تنقولوا. ولكن كنهضروا على الفئات اللي ممكن تجي من المغرب، من المدن المغربيه، واكيد باش ما كتضرش كدوز الكونجي ديال. الاهم عندي هو الانسان يجي يدوز واحد 10 ايام ولا 15 ايام ولا على حسب كل واحد الامكانيه ديالو، يدوزها مرتاح، يدوزها مرتاح. خور عام هو خدام، ما تجيش تقول لنا غنكري الكراج زعما، مع احتراماتي مع احتراماتي عندك الكراج زعما ولا ليك، ولكن زعما المنطق هو
ان انت دوزتي عام وانت خدام، دير حسابك اخويا تكري شقه صغيره هكا، كاين كل دار وسافتشت ولا كاين الانترنت، كاين كتلقى شي واحد كرا شي دار عند شي واحد كيقول لك لا تمام زي والله عمرها تلعب. كاين ديور كبار دابا الان صراحه، كاين ديور كبار يعني الدار ديال 100 المترو 90 المترو والطاقه الاستيعابيه ديالها 10 11 12 ديال الناس، 12 الاشخاص يعني حتى انا كانوا جوج ديال العائلات ديك الثقافه ديال جوج العائلات اللي كانوا عاضيتهم ومريحه احسن ما كل واحد مثلا عادي يكري دار صغيره ب 300 درهم رجع 600 درهم، ممكن تكري دار كبيره ب 500 درهم وتخرج لك احسن. على العموم كاين الناس اللي كتقول لك لا انا ما نكريت مع شي واحد، انا نجي نكري لراسي. محمد كيقول المشكل ماشي في فتح الحدود في عمليه مرحبا، المشكل هو الناس كيخافوا يجيو ويوقع ما يوقع ويشدوا يبقاو حاصلين، هذا تخوف طبعا حتى هو بصراحه يعني حاضر بقوه. نتمنوا هذا الشيء ما يوقعش الحقيقه، لان تكون كارثه اذا جاوا الناس وتم اغلاق الحدود، لانها تكون صعيبه في الحقيقه، لان الناس طبعا هذا بين التخوف اللي عندهم، واش بالفعل هاد الحدود عاد تفتح ويدخلوا الناس وما تغلقش، او وقع ما يوقع عاود، لان ما نعرف الامور مابقاتش واضحه، ولكن الاهم نطلبوا الله الخير، نطلبوا الله ترجع الحياه الطبيعيه وتفتح الحدود نتاع الحركه الاقتصاديه والسياحيه ويدخلوا الناس، هذا هو الاهم. اذا متابعي قناه شوف تيفي، احنا معكم في الجوله الصباحيه مع هذا الموضوع. نتمنوا ان شاء الله في القريب العاجل تفتح الحدود وما يتغلقش ويدخلوا الناس ويخرجوا نتاع الحركه، لان اصحاب قطاع الناس اللي كتشتغل في السياحه، وكالات الاسفار، لي زوتيل، مقاهي، المطاعم، راه بصراحه يعيشوا الجحيم. باش نكونوا واضحين، فكروا ان اخور عنده شخص عنده اوتيل على حسب التصنيف ديالو، شحال الناس خدامين معاه وواقف، الناس اللي عندها ذكر الرياضات، الناس استثمرت دارت كريدي شرات خدمت ناس كانوا واقفين، يعني كاين مجموعه ديال الامور اللي خص اعاده النظر فيها. نطلبوا الله الاهم الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الشيء، نتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه. تصوروا يعني سنه ونصف شوفوا العالم سبحان الله كيفاش، شحال من واحد ضرر، شحال من واحد مرض، شحال من واحد مات في العالم. المغرب حنا تقريبا على مشارف 10,000 وفاة منذ بداية الجائحة، والمغرب اللي كان سباق لإغلاق الحدود وقطع أشواط ودار مغامرة وصلنا 10,000 تقريبا ديال الوفيات، راه رقم ماشي ساهل ديال 10,000 باش نكونوا واضحين، ولكن حياة يعني نطلبوا الله الخير. إذا متابعينا نتمنى دائما الدعوات ديالكم، نتمنى ترجع ما الناديه كتقول وقتاش غادي يحلوا، باقي اختي ما كاينش البلاغ. حنا بالنسبه لنا اذا توصلنا ببلاغ رسمي نرى الحدود عاد تفتح، كونوا على يقين حنا الاولين اللي غادي نديروا المباشر ونفروا الراي العام الوطني والدولي، ولكن بالدعوات ديالكم نطلبوا الله في القريب العاجل ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه. جوله ودردشه مع الحباب عبر شوارع الحوم البيضاء في هذا الصباح، هذه الاجواء ديال تطوان 22 درجة، جو غائم نسبيا، أمس كانت في حالة الساعة كانت تساقطات مطرية. الأهم الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياة الطبيعية وهذا هو الأهم. الله يرحم ضحايا الكوفيد، والله يرحم جميع أموات المسلمين، والله يشافي كل مرضى، والله يعطي كل واحد اللي في نويته قولوا آمين، والله ينجح تلاميذ صفة عامة عفوا الطلبة يجازوا امتحانات سواء ديال الكليه او البكالوريا او جميع المستويات. صباحكم مبروك، نتمنوا نتلاقاو في ساعه اخرى مع مباشر اخر، تحياتي لكم، الى اللقاء.